يا دنيا ودعالا اللي باع وما كملش الحياة لو بيك او من غير ده تمشي. سلام يا حب سلام، ما عادش غرامنا فيش راحة، اوعى كنت سيبوني تتفضلوا باستراحة. يا خيدي ذبحتك دوختك دوختك، قال لك انا تعبان. اللي يحب ربنا يرفع ايديه لفوق، يلا الشيطان حضر يلا طلعت حرب. راجع 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 راجع. السلام عليكم احلى ناس في الدنيا، النهاردة جايب لكم حلقة ولا اي حلقة، يعني حلقة النهاردة يا ولادي يعني جايبين مجموعة كده لذيذة زي ما احنا متعودين كالعادة، ناس نبغى يعني ناس من زينة شباب هذا البلد. بس قبل ما نبدأ الفيديو على خيرة الله، يعني لا تنسى ام اللايك الشرخ الفايح السيح الناية، وكمان سايب لك لينك يعني فيديو جميل والله العظيم ثلاثة، يعني قاعد فيه 7 ساعات مونتاج على قناة الجيمينج، يعني اتمنى ان انت يعني تروح تقف جنب سودس وتدعمه. بس قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسى ام اللايك الشرخ الفايح السيح النايح، ولو مش مشترك في ام القناة يعني ياريت تنزل تشترك. يلا نبدأ الفيديو على خيرة الله. وزيع يا ابني والدي، بطلوا تقلدوني عشان اللي بيلاقي عليا مش بيلاقي عليكم. ايه ادري مغربي، انت عارف انا مبضربش، انا بتلسع بس. كينج اللعبة مع انت عارف اني مبضربش انا بتلسع بس، يعني هو بيتلسع بس، يعني الراجل يعني ولا بيضرب ولا بيعمل اي حاجة، هو بيتلسع بس. وبعدين انتوا بتقلدوه ليه يعني؟ انا عايز افهم، يعني الراجل في حاله يعني بطلوا تقلدوه عشان اللي بيليق عليه ما بيليقش على حد تاني. يعني انا هقول لك مثل يا سيدي، يعني ينفع واحدة لابسة لبس يعني مؤاخذة فستان كب يعني راجل يلبسه؟ مش هينفع، هيبقى فيه شعر الصدر طالع ومش هيليق على الراجل، فمبطلوا تقلدوه لان الفستان مش هيليق عليكم. فيعني ايه نبدا يعني نكمل للفيديو اللي بعديه. وزيع يا ابني، لو صاحبتك مش مظبوطه عيبه في اللي جابتها مره. مش دي يعني اللي البت اللي هي يعني انا بتاعها بس ماشيه مع اسد واحد؟ يا مش هي دي يعني؟ هي يعني انا عايز افهم، هي الحكومة ساكتة على الناس دي ليه ورايحة يقفشوا بالبت اللي زي القمر يعني اللي هي طالعة بتنشط السياحة في مصر الجميلة؟ يعني انا ما شفتش فرعوني بالجمال ده، يعني ليه يعني سايبين يعني الدبان وماسكين الجمدان؟ يعني ليه يخلي في نظر الحكومة تقفش دي؟ لان دي يعني ايه عيب، يعني عيب. نكمل بقى الفيديو اللي بعديه. وزيع ايه يا مغربي، مش انت بتتلسع؟ فاستحمل بقى لسعة النار يا مغربي. ليه بناخد الموضوع جد كده ونحزق يعني كأننا هنعملها على نفسينا؟ يعني نتقي الله نتقي الله، يعني ما ناخدش الموضوع جد، يعني دي منصة يعني الواحد ايه يطلع يفرفش يعمل حاجة مفيدة يعلم غيره. انا استفدت ايه دلوقتي لما الاقيك انت نعزل على ركبيك وتقول لي ايه يعني؟ ربنا يمتعك بالسلامه يا سيدي، يعني ربنا يعني ايه يعدي الليله دي على خير. نكمل بقى ام الفيديو اللي بعديه. وزيع يا صحبة ورا الستارة الكل عينه عطارة. عذرا احب اقول لك المثل بيقول لك ايه، يعني هم مش عينيهم عطارة، هو عينيهم على الطريان والجيلاتينيات اللي يعني اللي طلع على ام الفيديو. فيعني عيب فين بابا يا حبيبتي؟ يعني ليه ما بيشوفش يعني الكلام دوت؟ ولا الناس عميت ولا يعني ايه؟ انا عايز افهم والله العظيم، يعني دي حقيقة، يعني انا بتكلم في الصح. فين بابا؟ فين اخوكي؟ فين الناس دي؟ يعني دورهم ايه في الحياة؟ لو شايفين الموضوع ده ايزي ما يزعلوش اللي هيتلعب في تي. يعني نكمل بقى ام الفيديو. زيع يا ابني، ونزعل
لما نيجي نلعب ببجي ويجي لك واحد خليجي يقول لك يا طعمية ويا فسقية ويعني ايه يزعلوا مننا ويتريقوا علينا يعني الناس ايه شكلنا بقى ايه قلوط على الخريطة يعني ليه ايه انت قول لي ليه يعني احنا ليه بنعمل كده في بعض وليه المشاهد ذات نفسه يتفرج على البلاوي دي يعني ويعمل انتشار ورغم يعني الواحد من الواحد يعني لما يعني ايه تعب نفسيا وبنقعد نعمل فيديوهات رياكتات ونقول عيب عيب يعني اللي انتوا بتهببوه فينا ويقول لك ايه ولا حقيقة لما انتوا نادي يعني حقيقة يعني انت بتكلم زير انت بتكلم طرابزين يعني احنا بنقول الكلام يعني اتكسف على دمك يعني ان احنا بنتريق عليك مثلا ولا بنعمل عليك ميمزات والكلام دوت فالواحد يختشي على دمه وما يعملش كده يعمل حاجة الناس يقول الله ما احلاك ايها الاقرع ليه يا ولادي عيب وربنا يعني نكمل بقى ام الفيديو اللي بعده وزيع عيني في عينك واللي يضحك يخسر انا خسرت يا سيدي انا خسرت يا سيدي يعني اللي فرحاني هو بقى ايه اقول لك انا المحني بتاع الشباب اليومين دول ده واحد ربنا سبحانه وتعالى وهبه بعين خضراء فيعني ايه هي دي الشغل بتاعتي فانا عيني خضراء فانا يعني ايه اخدها شغلانه اخد عيني اشتغل بيها فيعني ايه يقول لك عيني في عينك فهو يعني عشان خاطر البيت الحايده اللي هتخش تقول له ايه بحبك بموت فيك بعشقك ايه العيون الخضر الجميله هبتسم من عينيك الجميله يا اخي اتقي الله اتقي الله واعمل له حاجه تفيدنا يعني وتفيد البشر ده احنا يعني بقينا في سنه سهدة علينا وعلى اللي خلفونا يعني نكمل بقى ام الفيديو اللي بعديه وزيع قلت اروح لبيتها اشوف ابوها طلبت ايدها وافقموا ينادوها في الفرح صحابي اهو ده يعني مثال الرجل الصالح مثال الرجل الصالح البار يعني مش يعني انا يعني انا مش عارف اقول لكم ايه حقيقه سريلانكا لهذه الاولاد سريلانكا يعني باي طعم بالجزر والخيار عشان خاطر يعني ايه انتوا فاهمين ليه يعني نشوف الفيديو اللي بعديه وزيع يا ابني انا مش عايز اعرفك تاني مش عايز اكمل معاك انا قرفت منك بصي ابقى من ميتين كلب ان كلمتك تاني ولا عبرتك تاني يلا اتفضلي امشي امشي وحشتيني ايه ده يعني انا يعني انا مش هغلط في حضرتك يعني انا مش هغلط في حضرتك لان انت راجل محترم وبتهوهو انت فاهمني وشتمت نفسك في اول الفيديو عشان كده انا مش هعمل كده تاني ما هو انت خلاص خدت حق نفسك من نفسك وكلها خلصانة بعمود خرسانة ومن هنا يا ولادي نوصل لنهاية ام الفيديو الكتيان دوت ويعني ما يمنعش انك تعمل لي ام لايك شارخ فايح سايح نهيح ولو مش مشترك في ام القناة يا ريت تنزل تشترك ويا ولادي ارجوكم يعني نروح ندعم الفيديو اللي هناك حرفيا والله العظيم ثلاثة يعني انا كفرت فيه والله يعني 7-8 ساعات طالع انا ايه الجو الشحات ده ما تروح تدعم يا اخي ام الفيديو خلي عندك دم يعني ومن هنا يعني نوصل لنهاية الحلقة بتاعتنا اشكركم شعبي العظيم اشكركم اشكركم اشكركم